فيديو متداول بشكل كبير لعربية ماشية بسرعة كبيرة جدا تقتحم الحواجز الأمنية للحرم المكي وتوصل في النهاية لحد باب المسجد وتتهشم بشكل كامل من الأمام وبالرغم من محاولات تامن الحرم من منع العربيه من التقدم الا ان صاحبها كان ماشي بسرعه جنونيه لدرجه ان وجهه الباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي اللي اتخبط فيه اتهشم بشكل جزئي وعلى طول فرضت قوات الامن السعوديه المسؤوله عن تامين الحرم كردون امني حوالين السياره لان لحد اللحظه دي ما كانش حد عارف هل هو هجوم ارهابي ولا حادثه عاديه ولا ايه بالظبط وبعد ما تاكدوا من ان قائد العربيه دخل في حاله غيبوبه نتيجه الحادثه بدات قوات الامن تتعامل معاه وتخرجوا من العربيه وكان فقد الوعي بشكل كامل وقالت الشرطة السعودية ان الحادث ده حادث عادي والمتهم كان ماشي بسرعة زايدة شوية بالاضافة الى انه بيعاني من مشاكل نفسية وغير سوي واوضحت قوات تامين الحرم المكي ان قائد العربيه كان في حاله مش طبيعيه وكان بيقود العربيه بسرعه زائده من جهه حي اجياد متجه الي الحرم المكي وفقد السيطره علي العربيه بشكل كامل وده اللي خلاه يدخل ساحات الحرم القريبه من الشارع العام مصطدم بالسياج ليرتطم في باب رقم 89 المغلق في الحرم المكي وقبضت الشرطة على المتهم باقتحام الحرم المكي عشان يتأكدوا من ان الحادث ما كانش مقصود بيه حاجة وانه مجرد حادث سرعة زايدة وخلاص بس بعيدا عن الحادث ده في المسجد الحرام او الحرم المكي مر بأزمات كتير ومواقف صعبة كتير في تاريخه من ابرز الحوادث اللي حصلت في التاريخ المعاصر كانت حادثه سقوط الرافعه واللي قتلت عشرات الحجاج واصابت المئات حادثة سقوط الرافعة حصلت في يوم 11 سبتمبر سنة 2015 وكان في رافعة عملاقة بيتم استخدامها في أعمال توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة وبسبب الأحوال الجوية السيئة والعواصف الرملية والرياح والأمطار الشديدة اللي اتعرضت لها مكة المكرمة سقطت الرافعة. الامر المؤسف في الموضوع ده ان الحادثه حصلت بالتزامن مع بدايه موسم الحج وده اللي ضاعف عدد القتلى والمصابين واللي وصلوا ل 108 قتلى وحوالي 238 جريح وده وفقا للدفاع المدني السعودي وبالرغم برضو من ان كان في شكوك حوالين الحادث الا ان الشرطه السعوديه اكدت بعد كده ان الحادث سبب سوء الاحوال الجويه وان الرفعه لم يتم العبث فيها والحادث مش مدبر بس بعد سقوط الآلة الرافعه داخل الحرم المكي أعلنت الشرطه السعوديه حاله الاستنفار وزودت عدد سيارات الإسعاف في محيط الحرم المكي ل 39 عربيه إسعاف. قبل الحادثه دي بشويه وتحديدا في سنه 79 كان العالم الإسلامي على موعد مع واحد من أخطر الحوادث اللي حصلت في الحرم المكي والواقعه اللي اتعرفت في وسائل الإعلام بحادث احتلال الحرم. ودي تعتبر اكثر الحوادث شهره في التاريخ المعاصر علي الاطلاق وفي الحادثه دي تم اغلاق الحرم المكي لمده اسبوعين كاملين بعد سيطره واحد اسمه جهيمان العتيبي وأتباعه على المسجد الحرام وطلب البيعة أخو زوجته محمد القحتاني بزعم أنه المهدي المنتظر جهيمان العتيبي كان رقيب في الحرس الوطني السعودي لمدة 18 سنة ثم تقاعد من الخدمة وانخرج جهيمان بعد كده في الجماعة السلفية المحتسبة واللي خطط مع عناصرها لاحتلال الحرم بدأت واقعة احتلال الحرم المكي بعد صلاة الفجر يوم 20 نوفمبر سنة 79، بعد ما وقف جهيمان العتيبي وجنبه أخو زوجته محمد عبد الله القحتاني ليعلن أمام المصلين خروج المهدي المنتظر، وطلب منهم مبيعة محمد القحتاني واعتباره المهدي الواجب اتباعه. وهنا بقى بدأ أتباع جهيمان لعتيبي اللي بالمناسبة ما كانوش سعوديين بس وتبين فيما بعد أنهم من 12 دولة مختلفة بينهم أمريكان عرب من جنسيات مختلفة وقاموا باستخراج أسلحة خفيفة من توابيت كانوا دخلوها قبل الصلاة باعتبارها تحتوي على جسمين لموتى للصلاة عليهم في المسجد لكنها كانت معبأة بالأسلحة والذخيرة وتمكن المسلحون من إغلاق الأبواب وسد منافذ الحرم والتحصن بداخله فضلت الازمه دي لمده 14 يوم لحد ما قدرت القوات السعوديه استعاده السيطره على الحرم المكي بعد معركه كبيره تركت وراءها حوالي 28 قتيل من الارهابيين وقرابه 17 جريح من قوات الامن والمصلين وتم اخراج الباقيين احياء ومنهم جهيمان العتيبي اللي اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام بعد كده وعن أعداد ضحايا الحادث ده قالت السلطات السعوديه في بيان على وكاله الأنباء الرسميه إنه 26 حاج استشهدوا في الحادث ده إضافه إلى 127 من قوات الأمن السعوديه واتقتل 117 مسلح. الحادث الرابع قديم شويه يعني حصل من 1100 سنه تقريبا وتحديدا سنه 930 ميلاديه لما هجمت مجموعات من القرامطه ودي فرقه من فرق الشيعه مكه المكرمه، وقطع طرق الحج القادمه من الشام واليمن وغيرها، وبسبب عدد القتلى من الحجاج افتى علماء المسلمين عام 317 هجريه بجواز عدم الحج، حمايه للانفس والاعراض، وفضل المسجد الحرام مقفول لاكثر من عشر سنين بحسب ما قال المؤرخين. السبب في الهجمات دي كان غريب جدا، بالرغم من ان القرامطه بيقولوا انهم مسلمين إلا أنهم اعتبروا الحج عادة جاهلية مثل عبادة الأوثان وقبل خروج القرامطة من مكة سرقوا باب الكعبة والحجر الأسود واصطحبوه إلى عاصمتهم في الوقت ده وكانت مدينة هجر اللي هي مدينة القطيف حاليا وفضل باب الكعبة والحجر الأسود عندهم لمدة عشرين سنة لحد ما تمكنت الدولة العباسية من إعادته عام 337 هجرية مقابل 120 ألف دينار ذهبي دي كانت حكايتنا النهارده استنوني في حكايه جديده من سر الحكايه